بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل، ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل، أينما كنتم أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير، حيث نشاهد وإياكم هذا الجمع الغفير في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، حيث نشاهد وإياكم عشاق وملاك هذه الذلل الأصايل وهذا التراث العريق، حاضرين متواجدين من أجل الناموس الغالي، ومن أجل الانتصار، ومن أجل نقطة في هذا المهرجان الكبير والغالي على قلوب الجميع. فمرحبا بمن حضر وتواجد وعنا إلى الدار، فالدار ترحب بمن حضر وتواجد. ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته شوطنا السادس للقايا القعدان والمسافة، ألا وهي 5 كيلومترات. ما تفصلنا عن الناموس الغالي وما تفصلنا عن الانتصار. البداية والمقدمة، من ينطلق؟ عجب بانطلاق علي بن راشد بن حمد بن عليان المري، من ينطلق ويقود هذا الجمع الغفير من الأسماء الكبيرة، من الشعارات الرنانة. بينما المركز المركز الثاني اللي قادم وواصل بهذه اللحظات، يصل وضاح محمد بن سعيد بن محمد بوضح المري، من يصل على المركز الثاني ويقرع طبول التحدي في هذه اللحظات. ولكن ثالث الأسماء يصل ويتقدم هنالك الصارم بانطلاق صارم بتحديات، حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني الهاجري. مرحبا يا صارم، ومرحبا يا شعار الشهواني على المركز الثالث. بينما رابع الأسماء، من يغير من الجانب الآخر في هذه اللحظات؟ من يصل؟ من يتقدم؟ هنالك الشبابي فهد بن علي بن حسن بن محمد القبيسي، من يصل في هذه اللحظات ويغير مجريات الأمور إلى المركز الثالث وخامس الأسماء، خامس القادمين، خامس الواصلين. يصل ويتقدم السنافي عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، من يصل على المركز الثاني، على المركز الخامس عفوا. الله يا هذا الانطلاق، الله يا هذا الابداع، الله يا هذا الامتاع. هاي الخمس النجوم المتقدمة على الدارك العلوي، وهنالك أسماء وشعارات لم يحن قدومها حتى الآن، تصل وتتقدم هذه الشعارات مطالبة بالناموس كما تطالب بالناموس يا بن عليان. ولكن نعود وإياكم لشعار هنالك عجب، عجب من ينطلق، من يتقدم على أول الأسماء، على أول الانطلاقات. ياهو من شوط العمالقة، فيه هنالك الصراع وفيه النزاع بين الأسماء والشعارات. هذه الأسماء الكبيرة تحضر وتتواجد من أجل البقاء والبقاء للأقوياء. ولكن ثاني الأسماء اللي واصل وقادم هنالك الشبابي، وصل شعارك القبيسي فهد بن علي بن حسن بن محمد القبيسي، من يصل على المركز الثاني ويغير لون. ولكن ثالث الأسماء، ارصد لي هذا الاسم الواصل، يصل هنالك السنافي، السنافي بانطلاق، هنالك عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، ويصل اللي ما جبنا له طارق جلمود. الله يا جلمود،
السلالة الجلمودية الغنية عن التعريف بانطلاق طالب بن محمد بن هادي بن هلي الواصل في هذه اللحظات الغفران على المركز الثاني والعصا قوس والعصا في الابطان كيلو والنص الكيلو ما يفصلنا عن الناموس وما يفصلنا عن الانتصار. الله يا هذه الاسماء، الله يا هذه الشعارات، اسماء كبيرة شعارات مثيرة فطاحلة التضمير يتسارعون ويتنازعون من اجل الناموس الغالي. الله يا هذا الوصول، وصل وتقدم في هذه اللحظات العراب ناصر بن سعيد بن عبد الله اللحول المري، وكذلك القدوم والوصول من هنالك من يصل ويتواجد هنالك ملهم محمد بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. كيلو متر خير، كيلو متر خطير يا اخواني، كيلو ما بعد كيلو، واصلين اهل الطلايب، واصلين وحاضرين من اجل الناموس يا بن هليل. دير بالك يا بن هليل، الاسماء والشعارات تطالب بالناموس كما تطالب يا بن هليل، ولا زالت الاوضاع حتى الان راكدة وآمنة، ولكن اتحركت الاسماء وتحركت الشعارات. ينطلق في هذه اللحظات ملهم بانطلاق واندفاع حمد بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري. الله يا هذا الانطلاق، ولكن الوصول والقدوم من قبل الهداف راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد واصل، بن مراشد قادم، ولكن خلاص حسمت الامور مع ملهم والامتار المثيره والامتار الحاسمه. يا بابا 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 الله 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 يا هذا الانطلاق، ولكن الهداف ينطلق مع الامتار الاخيره، مع الامتار المجنونه، وتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وكان الهداف هو صاحب الناموس من فاجانا عند الامتار الاخيره. لك السلام والتحيه والاحترام يا مالك الهداف، من قدم لنا الهداف والأداء الذي يشكر عليه، شكرا يا مالك الهداف. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من قدم لنا الهداف مع الأمتار الأخيرة، تهانينا والف مبروك. بينما المركز الثاني ملهم حمد بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري، وثالث الأسماء كان على المركز الثالث. هنالك السرافي من قدم الأداء الذي يشكر عليه، عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. بينما رابع الأسماء كان على المركز الرابع جلمود طالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفران، وخامس الأسماء كان على المركز الخامس رعد سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل كانت نتيجتنا لهذا الشوط والتوقيت الزمني. لحظة وصول هنالك الهداف 7:36 و44 جزءا من الثانية، وكان التوقيت الأفضل.